السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي حبايبي، أهلا بيكم. النهاردة هنكمل كلامنا على أماكن العيش، تعيش النباتات والحيوانات معا. طبعا لماذا تعيش النباتات والحيوانات معا؟ لأن النباتات تساعد الحيوانات على العيش في مواطنها. النباتات تقدم للحيوان إيه؟ الغذاء والمأوى، يعني المسكن. والحيوانات ايضا تساعد النباتات، بترد لها يعني الجميل، بتقول لها انت ساعدتيني انا هساعدك. فمثلا النحل يساعد النبات على تكوين نباتات جديدة لانه ينقل حبوب اللقاح من زهرة الى اخرى. طيب ايه هي حبوب اللقاح؟ حبوب اللقاح عبارة عن مسحوق او بودر كده، بودرة يوجد داخل الزهرة يساعد على تكوين البذور، واللي بينقل حبوب اللقاح من زهرة الى اخرى هو النحل. وزي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا، عصفور يبني عشه من القش. هذا العش من القش، يعني المنزل او البيت، والعصفور بذلك اعتمد على النباتات في بناء بيته، وأيضا اعتمد على النبات في الحصول على غذائه. وده يا حبايبي بنسميه سلسلة غذائية، يعني جميع المخلوقات الحية تحتاج إلى الغذاء، والغذاء هو اللي بيدي للمخلوقات الحية الطاقة اللازمة لكي تعيش. وبذلك تعتمد المخلوقات الحية بعضها على بعض للحصول على غذائها في مواطنها. والترتيب الذي تحصل فيه المخلوقات الحية على غذائها يسمى سلسلة غذائية. تبدأ السلسلة الغذائية بكائن منتج زي النبات، يعتمد على الضوء وبيصنع غذائه بنفسه من ضوء الشمس، ثم تتغذى عليه الحيوانات، او ايضا تتغذى الحيوانات على حيوانات اخرى، ثم تنتهي بعض السلاسل الغذائية بالانسان. زي مثلا لو انت اكلت سمكة، يبقى انت كده اكلت سمكة في نهاية السلسلة الغذائية بتاعت البحر. لو شفنا السلسلة الغذائية اللي قدامنا هنلاقي ان هي فيها نبات اخضر تزوده الشمس بالطاقة، ثم تتغذى على هذا النبات حشرات، ويأكل هذه الحشرات هذا الضفدع، ثم يتغذى هذا الطائر البومة على الضفدع. إذن أول مخلوق حي في هذه السلسلة الغذائية هو النبات. ماذا يحدث للمخلوقات الحية إذا تغيرت مواطنها؟ تتغير مواطن المخلوقات الحية بفعل الإنسان وأيضا الحيوانات، وممكن بالطقس. فمثلا قطع الأشجار وتلوث المياه هذا يغير الموطن، وعند تغيير الموطن قد لا تحصل الحيوانات والنباتات على حاجاتها، وقد ينتقل بعض الحيوانات إلى موطن آخر، وقد يموت بعضها، وموتها يؤدي إلى ما يعرف بالإنقراض. وصلنا لسؤال الحلقة، ماذا يحدث للكائنات الحية إذا تغير موطنها؟ شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.